كنت ظالم، ما كانش قدامي حل تاني، كان لازم تضحي بيا. انت هتحاسبني؟ ايوه هحاسبك. ايه كنت عايز تفضل الاجانب؟ ايوه. كنت عايز تفضل معايا كل خطاياك؟ ايوه. اندفنت؟ للاسف لا، لجنة التحقيق فضحت كل حاجة، ونابور مال الدنيا كلام في اوروبا واتهمني بان انا سبب الازمة المالية. يعني انا مت بدون اي داعي؟ هي السياسة كده. ضميرك؟ مالكش دعوة بضميري. بالعكس، انا كل اللي يهمني دلوقتي ضميرك. انا شخصيا ما كانش ممكن اواجهك لولا ضميرك. بتتعذب يا باشا، ولسه هتتعذب كتير. هتتعذب بقتلي، وهتتعذب بأفعال الأجانب، وهتتعذب بكل الناس وأقرب الناس. العذاب بدأ يا أخويا، والمتاعب لسه جاية. انت ازاي بتكلمني بالطريقة دي؟ روح من وشي. أمرك سمو الخديوي. في ايه؟ سموه كنت بتنادي. لا مفيش حاجة، روح انت. الحلم الغريب ده. اديك رجعت لشغل الميري تاني، وبدل النظارة بقوا تلاتة. لا ده مش شغل ميري، ده شغل خاص بكتاب الخطط. هو الكتاب ده مش هيخلص؟ الكتاب ده انا خلصت منه 7 اجزاء، وهو 20 جزء. هتعمل ايه بقى في الاجزاء اللي باقيه؟ هعمل قاموس جغرافي لمصر، هكتب فيه عن كل قريه ومدينه موجوده في مصر، وهرتبها حسب الحروف الابجديه. هتجيب اسامي القرى والمدن دي كلها منين؟ دول الوف. انا فعلا جبتها من وزاره الماليه حسب الكشوف اللي بيحصلوا بيها الضرايب. فكره برضه. انت عارف انا هعمل ايه؟ ببساطه يعني، لكل قريه او كل مدينه هعمل لها بطاقه زي دي، واكتب فيها البيانات اللي انا عاوزها، واسيب قدامها فاضي، وابعت لاخواننا بتوع الماليه يملوا لي هم البيانات دي بمعرفتهم، واديهم عن كل قريه او مدينه قولي مثلا 10 قروش. 10 قروش؟ دول الوف البلاد. مش مهم، ادفع 400 500 جنيه، مش مهم، المهم اخلص الكتاب بتاعي. 500 جنيه ممكن تشتري عزبه. ما هو الكتاب اهم من العزبه. رغم انه المبلغ كبير لكن زي بعضه، ما دام الكتاب هيشيل اسمك انا موافقه. لكن قول لي، انا شايفاك يعني مش مهتمه قوي بالمنصب، ايه الحكايه؟ النظارة دلوقتي مش جاية تشتغل، جاية تناكف الراجل الإنجليزي اللي اسمه ويلسون، اللي عينوه ناظر مالية، اللي غتته معجونة بغلاسة، وشكله مش هيجيبها البر، خصوصا مع مجلس شورى النواب. حضرات النواب، لقد أرسلنا في استدعاء المستر ويلسون ناظر المالية ليمثل أمام هذا المجلس الموقر، لكنه يتعالى علينا ويرفض الحضور ويتحدانا، لذلك فأنا أصر على حضوره، وأصر على ألا يتعرض للأمور المالية دون العرض علينا، وأرجو الموافقة على إرسال خطاب شديد اللهجة لطلب حضوره عاجلا أمام المجلس. موافقون. نبار باشا، بليز اطلب من سمو الخديوي توقيع على هذا مرسوم. مرسوم ايه ده مستر ويلسون؟ مرسوم بأن القرارات المالية تعرض منك انت عليه مباشرة دون عرضها على مجلس نواب. بس احنا كده بنتحدى المجلس. ياس. طب ليه؟ المفروض ان النظارة تكون مسؤولة امام البرلمان. الكلام ده في اوروبا مش في مصر. لكن يا مستر ويلسون. نوبار باشا، المفروض ان انجلترا وقفت جنبك وساعدتك عشان تعارض. اتفضل يا نوبار باشا. على فكرة انت كده استبدلت سلطتي بسلطة ناظر المالية الانجليزي، هو ده كان هدفك؟ بإذنك يا صاحب السمو. ان شاء الله ويلسون ده هو اللي هيجيبك الارض. انا لا يمكن ادخل برلمان ده تاني. لن تكن عنيدا يا مستر ويلسون، لا أريد مواجهة مع النواب. نو. مش من حقك ترفض استدعاء المجلس يا مستر ويلسون، هذا المجلس مجلس النواب يمثل الأمة، وتحديك ليه يعتبر تحدي لمصر كلها. ألي باشا،
أنا لا أتدخل في عملك، وأرجو ألا تتدخل في عملي. أنا لا أتدخل في عمل أحد، أنا أتكلم عن أصول العلاقة بين مجلس النظار ومجلس النواب، والمفروض أنك تنتمي إلى بلد عريق في الديمقراطية وتعرف قيمة مجلس النواب وضرورة احترامه. أورايت، لكن من فضلك ألي باشا اديني فرصة أرتب أمور نظارة المالية عشان أقدم للمجلس شيء له قيمة. علي باشا، مفيش داعي نختلف داخل مجلس النظار، وبعدين من إمتى النواب دول ليهم كلمة؟ رياض باشا، لا يليق أبدا أن تقلل من قيمة مجلس النواب الذي يمثل الأمة، وأنت أحد أبناء هذه الأمة. أي مجلس؟ هذا المجلس قعد سنين ما يجتمعش، محدش رفع صوته وقال كلمة، دلوقتي بقوا كلهم عايزين يحاسبوا ناظر المالية. شيء مؤسف أن ناظر في هذا المجلس يتحدث عن مجلس النواب بهذه الصورة. حضرات السادة النظار، نحن نترك صميم عملنا لنتحدث عن العلاقة بين مجلس النواب ومجلس النظار. لنترك هذه المناقشة لجلسة خاصة بيني وبين علي باشا. مستر ويلسون عنده كلام مهم، اتفضل يا مستر ويلسون. أريد أن أتحدث عن خفض مصروفات دولة، وأهم بند لتحقيق هذا هو تسريح أكبر عدد ممكن من جيش، وقد قدم لي راتب باشا قوائم 2500 ضابط وأخرى بالجنود الزائدين عن حاجة، وأنا أطلب من المجلس الموافقة على تسريحهم جميعا. موافق. وأنا أيضا موافق، وأنا أحذر من هذا القرار، لا داعي للدخول في مواجهة مع الجيش. علي باشا، لقد تمت الموافقة بأغلبية الأصوات، من فضلك احترم رأي الأغلبية. راتب باشا، اصدر أمرك للضباط المسرحين بتسليم أسلحتهم في القاهرة فورا. أمرك يا سعادة الباشا. دبرني يا حماد، قل لي أعمل إيه. تعمل إيه في إيه؟ الضباط المرفودين وصل عدد كبير منهم للقاهرة، واتصلوا بواحد من كبار الضباط في المدرسة الحربية اسمه لطيف بيه سليم. عارف لطيف بيه ده؟ قعد يحمسهم ويخطف فيهم، وناويين بكرة يعملوا مظاهرة قدام وزارة المالية يحتجوا فيها على رفضهم وعلى عدم صرف رواتبهم. وانت عرفت الكلام ده ازاي؟ ده انا شفت ده بعيني وسمعته بوداني. يبقى لازم تبلغ الخديوي. الخديوي بقى ولا نبار باشا؟ الخديوي. تطلع دلوقتي حالا على الخديوي وتبلغه. خليهم يعملوا مظاهرة عشان الكل يعرف ان نبار رئيس نظار فاشل. يعني سموك موافق على المظاهرة؟ لكن مش عايزك تعرف حد انك بلغتني. لكن دول مسلحين يا ولي النعم. انا عارف ان هم مسلحين، ممكن يولعوا الدنيا. علي بيه، من فضلك انت عملت اللي عليك وممكن تروح بيتك دلوقتي، لكن لو خايف على نفسك بلاش تنزل من بيتك بكرة. امرك يا ولي النعم. سعادة باشا، لازم تكون تخرج فورا من هنا، الدنيا مقلوبة عند نظارة المالية، والضباط قبضوا على نبار باشا والوزير الانجليزي وحبسينهم وضربوهم عاد نصها موت. انا حذرتهم الاثنين وما سمعوش كلامي. المهم سعادتك تلحق تخرج من هنا الا بعدين يجوا على هنا. مش علي مبارك اللي يهرب، ولا هو اللي ابناء وطنه يعتدوا عليه. سعاده الباشا، سعاده الباشا. مالك يا ابني، في ايه؟ الخديوي بنفسه اتنقل للضباط المتمردين عند نظارة المالية. انا نزل لهم. احضر لك العربيه. محتاج عربيه. حضرات الضباط، انا جاي اقابلكم بنفسي واحل لكم مشاكلكم. انتوا عارفين ان ما حدش عرض عليا قرار فصلكم ولا وافقت عليه ولا يمكن اني اوافق عليه. انتوا ابنائي، بيكم مصر بقى لها امبراطوريه في افريقيا وصلت لحد اوغندا، ازاي اكافئكم على المجهود العظيم ده بالفصل؟ يعني يا سمو الخديوي، الفصل كما كنت. كما كنت، مفيش فصل يا لطيف بيه. ومرتباتنا بقالنا 20 شهر ما صرفناش مرتباتنا. مرتباتكم عندي انا المسؤول عنها. ولو ويلسون وقف فيها؟ مالكمش دعوه بويلسون، انا خديوي البلاد، انا المسؤول عن مرتباتكم. ايه اللي حصل يا لطيف بيه؟ الخديوي ده راجل قال كما كنت الرفض، ووعدنا بصرف كل مرتباتنا المتاخره. لو كان يطاع لقصير امر. تفتكر ان الخديوي ممكن يكافئني لاني بلغته؟ ممكن، بس لو الضباط عرفوا اني بلغت الخديوي بالخبر تفتكر ممكن يعملوا ايه؟ وهيعرفوا منين؟ محدش يعرف غير انا وانت والخديوي، مين فينا احنا التلاتة هيقول؟ تفتكر الخديوي يقول؟ ما هو قدم لطيف بيسليم للمحاكمة.
علي بيه ريح دماغك شويه بعدين تطق. اريح دماغي ازاي بس؟ انا قدمت دلوقتي خدمه كبيره للخديوي والمفروض بقى ان هو يكافئني عليها. يا عم ارحمني ارحمني، هو انا ماليش شغلانه غيرك؟ فضنا من قلقك اللي ما بينتهيش ده. انا غلطان اللي انا بشاورك في اموري فعلا بقى، انا غلطان. سلام عليكم. يا ساتر، في انسان مزعج بالشكل ده؟ مش ممكن، لا مستحيل، مش قادر اكتب حرف واحد. مالك بس؟ انا كان مالي ومالي السياسه والغلب ده، انا كنت قاعد مستريح بألف في كتب بعيد عن الهم ده كله. هو في حاجه اتجدت؟ في حاجه، حاجه مخجله فضيحه، والخديوي متمسك برضو ان انا امسك نظاره رغم ان انا طلبت منه اعفائي من المهمه دي. هو ايه اللي حصل؟ جناب الخديوي وافق على تشكيل مجلس نظار برئاسه ابنه توفيق، وعين في النظارة 2 نظار أجانب، وإدى الاتنين النظارة دول الحق في الاعتراض على أي قرار يتخذه المجلس. يعني باختصار الاتنين النظارة دلوقتي هما اللي بيحكموا مصر. وإزاي الخديوي يرضى بكده؟ أهو رضي. طب والحل؟ مفيش حل قدامنا دلوقتي غير مجلس النواب، هو ده الأمل الوحيد. مجلس النواب هو الجهة الوحيدة اللي ممكن ترفض وتقول لأ. نحن الخديوي إسماعيل والي مصر نأمر بحل مجلس النواب ابتداء من 27 مارس 1879، وعلى ناظر الداخلية والحقانية رياض باشا ابلاغ المجلس بذلك. لن ينفض المجلس. كيف ينفض المجلس وهو لم ينظر بعد في القانون الخاص بالشؤون المالية؟ إن الأهالي قد أنابوا عن أنفسهم نوابا للمحاماة عن حقوقهم، فمن الواجب أن يعرض جميع ما يتعلق بالأهالي على نوابهم لينظروا فيه ويتدبروا، ومن المستحيل أن ينفض المجلس. ماذا تقول حضراتكم؟ مستحيل فض المجلس؟ كيف يكون فض المجلس مستحيلا بعد أمر خديوين المعظم؟ هل حضراتكم فاهم قيمة مسؤولية ما تقول؟ ما أظن حضرات إخوانك يوافقون على ما تقول. موافقون. للمرة الثانية أبلغكم، لقد أمر سمو الخديوي بفض الدورة. أنتم أحرار. بل انتظر يا باشا، ليكن معلوما لديك وللجميع أننا هنا سلطة الأمة، ولن تنفض هذه الدورة، ولن نخرج من هنا إلا بقوة الحراب. نعم يا باشا، لن نخرج. لن تنفض الدورة. أخرجونا بقوة الحراب لو شئتم. حضراتكم تقلدون نواب فرنسا الذين ثاروا على حكومتهم؟ حضراتكم الآن بعمائمكم وجببكم مثل نواب أمريكا وأوروبا؟ لا يا باشا، انت كده بتشتم نواب الأمة، نواب الأمة اللي بيعطوك مرتباتك انت واللي زيك. من أنت يا رجل؟ من أنت؟ أنا أحمد العواسي يا باشا، واحد من نواب الأمة دي، وعايز أقول لك إن كلامك ده كله وقاحة، وقاحة غير مقبولة هنا في المجلس. ومن مين؟ من نظر الداخلية، ولابد من رد عليها عشان تعرفوا إن الأمة دي لسه حية، حية ما ماتتش، ولها نواب بيدافعوا عن كرامتها. أسمعت يا باشا؟ أرأيت عاقبة تسرعك في الكلام؟ اعلم أن المسألة ليست مسألة زي وثياب، بل مسألة نواب، نواب لهم عقول تفهم جيدا رغبات الأمة التي أنابتها عنهم. أليس من العيب وأنت ناظر في نظارة يزاملك فيها وزير إنجليزي وآخر فرنسوي، وهما في الحقيقة خفيران عليكم وعلى الحكومة، ثم تجمع أمس أمام الناظرين الأجنبيين، تجمع أصحاب الجرائد وتقول لهم إن الحكومة عزمت على فض مجلس شورى النواب غدا. الحذر، الحذر، كل الحذر من أن تنشروا كلمة واحدة عن هؤلاء النواب في جرائدكم أو تصفوهم بالهمج. إياك، إياك أن تقول هذا عن نواب بلادك، نواب مصر العزيزة، ونحن جميعا درسنا في الأزهر الشريف. وأنا حسن عبد الرازق أقول رياض باشا إن ما قاله المولمي
يعبر عن أفكارنا جميعا. موافقون. 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 إذن أنا منسحب. أنتم عصاة متمردون. أنا خلاص بقيت ملطشة. النواب يصوروا والزباط يصوروا والأجانب اشترطوا إن الوزيرين بتوعهم يمشوا كلامهم على الكل. أما أنا قاعد لازمتي إيه؟ هتتكلموا؟ أنتوا مش أخلص رجالي وعشرة عمري؟ أنا عايز أعرف رأيكم في اللي بيحصل ده. يا مولاي، مجلس النواب هو آخر حصن بالنسبة لك. إذا حبيت تاخد رأيي فأنا رأيي إنك ما تعديهوش، لكن ممكن تتصل بيه في السر، خصوصا وأنا بلغني إن النواب بيجتمعوا رغم انتهاء الدورة، بيحطوا لائحة أو محضر زي ما بيسموه، بيحددوا فيه صورة المستقبل، وإذا وافقتهم على رأيهم يبقى رأيك هو نفس رأي الأمة. وانت ايه رأيك يا شريف باشا؟ انا بضم رأيي لرأي علي باشا مبارك، وبضيف انه بالبرلمان والدستور ممكن تحمي عرشك وتحمي مصر من الاجانب ومن الغضب الشعبي. يعني ده رأيكم؟ ايوه يا صاحب السمو. خلاص، علي باشا يتصل بالنواب سرا وقول لهم ان انا حوافق على المحضر بتاعه. شريف باشا، استعد لرئاسة مجلس النظار الجاي لإعداد دستور للبلاد. أمرك يا سمو الخديوي. بعد إذنك يا فندينا. بإذن أفندينا. باشا المتاعب ما انتهتش. صديق باشا، اخوك اللي قتلته ارحمني يا اسماعيل يا صديق. وانت ما رحمتنيش ليه؟ عارف اسحاق بيه اللي انت بعته قتلني؟ قتلني ازاي؟ عارف ان اهلي لحد دلوقتي ما لقيوش جثتي. هصلح كل حاجه بس ارحمني. هتصلح كل حاجه؟ طب ازاي؟ ممكن حياتي ترجع لي تاني؟ طب قول لي اعمل لك ايه وتسيبني في حالي؟ مش هسيبك في حالك. انا قلت لك قبل كده ان انا عايش جواك، كل ضميرك ما يصحى هتلاقيني قدامك، وكل الهموم ما تزيد عليك هتلاقيني بتشفى فيك. طب انت عايز ايه دلوقتي؟ عايز اقول لك ان المتاعب مش هتخلص لا بمجلس الشورى ولا بالدستور. المتاعب لسه جاية، 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 المتاعب لسه جاية. بيعمله سمو الخديوي ده خطير. موافقته على المحضر اللي كتبه النواب ده لا يمكن يعدي بسهولة. الدول الأوروبية لا يمكن تسمح إن يبقى فيه مجلس نظار في مصر من غير ناظر إنجليزي وناظر فرنسي. حضرات السادة النظار، أنا مقدر موقفكم. حضرات السادة النظار، أنتوا المسؤولين عن اللي حصل ده. لو كنتوا احترمتوا مجلس النواب ولما تعالى عليه مستر ويلسون لما تم استدعائه، لو كنت اديتوا مجلس النواب الحق في النظر في الميزانية كما يحدث عندكم في دولكم الأوروبية المتقدمة التي تنتمون إليها، ما كان الأمر وصل إلى ما وصل إليه الآن. من الواضح أن علي باشا منحاز لهؤلاء النواب المعممين. من فضلك يا رياض باشا، هؤلاء نواب الأمة ويجب احترامهم. أيها السادة، لا داعي للاختلاف، ويجب أن تعلموا أن هذه هي الجلسة الأخيرة لمجلسكم الموقر، فلنخرج من هنا أصدقاء ولندعو الله أن يحفظ مصر. شكرا لحضرات النظار على الجهد الذي بذلتموه خلال الفترة القصيرة التي قضيناها معا، والآن نترك المكان للمجلس الجديد الذي سيشكله شريف باشا. شكرا حضرات النظار. أهلا علي بيه. أهلا يا شريف باشا. أنا جاي أولا أهني وأبارك بتكليف سمو الخديوي لجنابك بتشكيل النظارة الجديدة. متشكر يا علي بيه، تفضل. شكرا. وجاي كمان عشان أقدم نفسي رهن إشارة سعادتك، إذا شفت إني ممكن أكون مفيد ف
في أي موقع في حكومتك الجديدة؟ الحقيقة يا علي بيه أنت جيت متأخر لأني شكلت النظارة خلاص. شكلتها؟ أيوة علي بيه، أنت زميل عزيز ومهندس كبير وخبير في التعليم، لكن أنا الحقيقة كان ليا تصور معين وما كانش ليك مكان فيه. وفي مكان لعلي مبارك؟ ولا لعلي مبارك، النظار اللي اشتركوا في نظارة واحدة مع النظار الأجانب ملهمش مكان معايا. أنا على كل حال كان بودي أشارك في الخدمة الوطنية. عن إذنك. تفضل. يعني مش زعلان إنه شريف باشا ما حطكش في التشكيل الجديد؟ طب هو زعل ليه؟ طب والله العظيم ثلاثة أنا زهقت من العمل الحكومي، أنا عاوز أتفرغ لاستكمال كتاب الخطط. على كل حال أديك فضيت. طيب نبدأ بقى الكتابة إن شاء الله. تعرف يا دلبر، قاموس الجغرافي اللي أنا عامله ده هيبقى فتح للكتابة عن مصر، هيتكلم عن كل شيء في مصر. بقولك إيه، ما تيجي تساعديني، أنا مليك وأنت تكتبي. أكتب قوي. يلا تعالى. اكتبي يا ستي. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل ملي. أثر النبي. أثر النبي. هذه القرية من مديرية الجيزة على الشاطئ الشرقي للنيل، ملاصقة لدير الطين من جهة الشمال بجوار مصر القديمة، بها حجر فيه هيئة أثر قدم، يزعم الناس أنه أثر قدم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو في داخل جامع بناه الملك الظاهر مدة ولايته، وبنى به قبة على ذلك الأثر، وهو مشهور يزار إلى الآن. وأطيان هذه القرية قليلة، ويزرع فيها الذرة والقمح والشعير، وقليل من القرطم، وفيها مضيفة وثلاثة أرحية تديرها الدواب، وبجوارها من بحر موردة عند جميزة العبيد ترسو فيها المراكب الوردة من جهة قبلي، وبها قصر ديوان أفندي بداخله جنينة، وفي مقابلتها من الجهة الشرقية دير يعرف بدير الملاك، فيه مدرسة لتعليم أطفال النصارى، وبه نخيل وأشجار وبئر. تعتقد النساء أن من وقفت عن الحمل واغتسلت فيها، أي في هذه البئر، فإنها تحمل، ويكتسب أهاليها أرزاقهم من صناعة نحت الأحجار. الأحجار. بتفكر في إيه؟ اللعبة كده وصلت مداها، يا اما اكسب الاوروبيين بحمايه مجلس النواب وابدا عصر جديد، يا اما يتجمع عليا الاوروبيين زي ما اتجمعوا على جد في الشام وجابوه الارض. في كل الاحوال انت دلوقتي عملت الصح، اعتمدت على مجلس النواب، في مجلس نظار مسؤول، امرت باعداد دستور للبلاد، يعني عملت كل شيء على اسس عصريه. ايوه اديت دوري زي الممثلين بتوع المسرح، لكن المشكلة إن الممثل لما بيخلص دوره بيخرج من على الخشبة. تفتكر يا جوشم إني ممكن أخرج؟ مش المهم تخرج أو ما تخرجش، المهم إنك أديت دورك بإتقان. تفتكري؟ مولاي شكلك الليلة دي مشغول الخاطر، إيه رأيك لو أخرجك من الهم؟ إزاي؟ هجيب لك كل الجواري يغنوا ويرقصوا ويهيصوا لحد ما ينسوك كل همومك. ايه السعادة اللي انت فيها دي كلها؟ عمري ما شفتك سعيد قوي كده. اصل المرة دي غير كل مرة، الصدام بين الخديوي والاجانب وصل لمفترق طرق، واحد بس هو اللي هيكسب. يبقى اكيد ابوك. اشك، المرة دي اوروبا بتدافع عن وجودها في مصر ولازم تستخدم كل اسلحتها. يعني ممكن ينتصروا على الخديوي؟ اكيد. وانت فرحان عشان هينتصروا عليه؟ انت لسه بتحبيه؟ انت عايزني اكره جوزي ابوك؟ انا ما عرفتش حاجة في الدنيا لو انا معاه، كل ذكرياتي هو طرف فيها الحلوة والمرة.
السعادة والشقة هو كل حياتي، رباني وأنا لسه بنت صغيرة، خلاني بقيت هانم وعيشني في القصور، خلاني بقيت أم ولي العهد. ده كله مش عايزني حاجة. حبيه زي ما أنت عايزة، إنما أنا حياتي مش هتبدأ غير بعده، بعد كرسي ما يفضى عشان أتربى عن عليه. أنا مستني اليوم ده بفارغ الصبر، ولما هيجي هبقى أسعد إنسان في الوجود. معقول يا توفيق بتتملى شيل أبوك عشان تقعد مطرحه؟ لما يكون مفيش قدامي اختيار غريانة يا هو، يبقى لازم أختار نفسي. اتفضل يا مولاي، دي مسودة للدستور اللي سموك أمرت بيه، مش ناقص غير إنك توافق عليه وتعلن العمل بيه عشان تبقى مصر أول دولة في المنطقة عرفت الدستور. الدستور؟ تعرف يا شريف باشا، أنا كان من ضمن أحلامي السياسية زمان إن أعمل دستور لمصر عشان تبقى قطعة من أوروبا بجد، لكن للأسف الحكم أغراني والسلطة غرتني وبعد شوية نسيت الموضوع، ولما كان يخطر لي على بال كنت أطرد الفكرة، لأن الدستور كان معناه تأقلم ضوافري. لازم أعترف إن السلطة مغرية، مغرية جدا، ولازم أعترف في نفس الوقت إنها مهلكة، مهلكة جدا. المهم يا ولي النعم إننا نقدر نصلح الأوضاع. بعد إيه؟ لسه في فرصة يا مولاي، خليك متفائل. هحاول، وسيبلي النسخة دي أقراها، مين عارف مش جايز يبقى من ضمن حيثيات دخول التاريخ إني قدمت لمصر أول دستور في تاريخها المعاصر. إن شاء الله يتكتب هذا الإنجاز باسمك يا أفندينا، إن شاء الله. بتترجم إيه؟ دي كل الكتب اللي كتبت عن مصر في السنوات الماضية، جبت كل الترجمات الفرنساوي بتاعتها وخدت منها كل ما يخص القرى والمدن المصرية عشان لما اجي اكتب عنها تبقى كتاباتي وافية. اشمعنى الكتب الأجنبية؟ مفيش كتب عربي؟ لا طبعا، فيه كل كتب الرحالة اللي زاروا مصر زي ابن جبير وقواميس الجغرافيا زي تقويم البلدان وكتب التاريخ زي أبو الفدا، كل ده رجعت له علشان اخد المكتوب عن البلاد المصرية والمشاهير اللي طلعوا منها. أنا مش هألف كتاب والسلام يا دلبر، أنا بكتب أهم موسوعة مصرية في العصر الحديث، كتاب الخطط مش هيبقى له مثيل. طيب أسيبك تكتب، ولو إن الأولاد نفسهم تفضلهم شوية وتقعد معاهم، ولو ممكن ناخدهم العزبة نقعد كم يوم. لا معلش، استنوا شوية لما أخلص كتابي. أنا عارف إن أنا مقصر معاكم، لكن معلش أنا طمعي في كرمكم كبير. ربنا معاك سيدي الباشا. في واحد خواجة اسمه ويلسون مستني حضرتك برا. ويلسون؟ طيب يا جواه أنا رايح له حالا. عارف علي باشا أنا جاي دلوقتي ليه؟ عشان أبلغك إن قنصل إنجلترا، قنصل فرنسا، قنصل ألمانيا موجودين عند سمو الخديوي ليطالبوه بالتنازل عن القرش. إيه؟ دول أوروبية مش ممكن تسيب مصالحها تضيع في مصر بسهولة. مش ممكن. دول أوروبية لها نفوس في الأستانة أقوى كتير من إسماعيل باشا، لها نفوس في مصر أقوى من بارلمنت، دستور، أي حد. ده مستحيل مستحيل. أرجو ألي باشا إنك تكون استوعبت درس، وإنك تعقل زمايلك اللي هم فاهمين إنهم ممكن يقفوا قدام نفوس دول أوروبية. أقول الكلام ده؟ أنا أعرف إن الصدمة قوية، عشان كده أسيبك عشان تستوعبها على مهلك. Good night, Ali Basha. Happy dreams. أقول يطلبوا الخديوي إنه يتنازل. مش ممكن. لا! إسماعيل باشا مش ضعيف عشان يتنازل. لا تكن عنيدا، إحنا هنا باعتبارنا أصدقاء. صاحب السماوة. التلغراف ده وصلني حالا من سفيرنا في الأستانة. السلطان بيجهز فعلا قرار عزلك. وحيعين عمك الأمير عبد الحليم باشا بدالك. عبد الحليم باشا مش هيقعد مكاني أبدا حتى لو مشيت. في فرمان بينظم وراثة العرش ويحتم إن ابن توفيق يتولى من بعدي. باعتباري قنصل ألمانيا أوعدك إني أكتب للأستانة بإنهم يخلوا ابنك يحل محلك، لكن نصحتنا لك إنك تتنازل بإرادتك عن العرش بدل معزلك السلطان. أنا عايزكم تبعتوا وتقولوا لسفراء دولكم في الأستانة إن إسماعيل باشا لن يتنازل ولن يستسلم، وإذا اقتضى الأمر فسيحارب من أجل العرش.
تقبل الله يا سعادة الباشا. منا ومنكم. مولانا الخديوي عاوزك دلوقتي حالا. طب اروح اغير هدومي واجي على طول. سموه قال زي ما انت وباسرع ما يمكن، اصله ما نامش طول الليل، واضح انه عاوزك في حاجه مهمه جدا. خلاص الامر لله، يلا بينا. اتفضل سعادتك. اتفضل. قررت أحارب يا باشوات. تحارب؟ تحارب مين يا أفندينا؟ أحارب تركيا. الظاهر إن هم نسيوا حروب محمد علي باشا، راتب باشا. ترفع عدد الجيش إلى 150 ألف جندي، ويستدعى كل الضباط والعساكر اللي تسرعوا السنين اللي فاتت، وتديني تمام بالموقف. أنت علي باشا. الأتراك لا يمكن يهاجموا من الشرق، لأن القناة بتعتبر عائق قدامهم. فمن الأرجح إن هم يهاجموا من اسكندرية. علشان كده أنا عايزك تستعد لتغريق اسكندرية والأراضي اللي حواليها. عايز أشوف عبقرتك الهندسية. سموك عاوز تغرق اسكندرية؟ مستحيل جناب الخديوي إسماعيل اللي اسمه اقترن بالبناء يغرق مدينة من أجمل مدن العالم. الحرب ما فيهاش عواطف، المهم إنك تكسبها. لا يا فندينا، إلا اسكندرية. اسكندرية اللي في عهدك اتملت قصور وعماير على الطراز الأوروبي، وانتظمت شوارعها، وبقى فيها الصحف، وتبنى المسرح، وزينتها المدارس. كل ده تؤمر بأنه يغرق؟ الأراضي الخضراء اللي حوالين ترعة المحمودية اللي تشبه الجنة، والقصور المبنية على الجنبين، يرضي سموك إنها تغرق؟ اسكندرية دي مدينة الأسرة العلوية، محرم بيه جوز عمتك أراضيه هناك، تصن باشا ابن عمك سعيد أراضيه هناك، قصر عمك سعيد باشا في الأباري اللي قضيت فيه جزء كبير جدا من عصر عباس باشا. كل ده عاوزه يغرق؟ قلت لك الحرب ما فيهاش هزار، يا تنهزم يا تنتصر. اسمح لي يا مولاي، سموك اتكلمت من شويه عن حروب محمد علي باشا، وارجو ان تتذكر ان محمد علي باشا عمره ما حارب على ارضه. الباشا دايما كان بيهاجم ما بيدافعش. انتوا ايه حكايتكم بالظبط؟ اذا كنتم بتتقاسوا عن خوض الحرب اجيب غيركم يخوضها. لا يا ولي النعم، مسألة مش مسألة تقاعس، لكن اسمح لي اقول لك بحكم العشرة والزمالة والصداقة الطويلة اللي بينا، اسمح لي أقول لك كلمات مخلصة. سيب العرش إذا كان تمن بقاؤه هو هدم الإنجازات اللي انت حققتها. انت أعدت بناء مصر كلها، خسارة أنك تهدها مقابل العرش. أرجوك يا أفندينا ما تاخدش قرار دلوقتي وانت منفعل وبقالك يوم كامل ما نمتش. ادخل دلوقتي غمض عينك وارتاح، وبعدين نبقى نفكر بهدوء. وساعتها إذا قررت الحرب تأكد ان احنا كلنا هنكون جنودك المخلصين. وعلشان سموك لا تظن ان في اي تقاعس، انا هجهز مرسوم حالا برفع عدد القوات الى 150 ألف، بحيث اذا قررت الحرب يبقى كل المطلوب منك انك تمضي. طيب اتفضلوا انت دلوقتي، اتفضلوا سيبوني لوحدي. سمو الخديوي تفضل ارتاح. قررت ايه يا مولاي؟ انا تعبان، تعبان اوي يا جوشو. راحتك في ايدك يا ولي الله. صدقني ده احسن وقت للتنازل عن العرش. حتى انت يا جوشو، انت كمان عايزة اتنازل. انت خلاص يا ولي النعم اديت دورك، عملت آخر جهدك علشان تخلي مصر قطعة من أوروبا، وحدت وادي النيل من أوغندا للبحر المتوسط تحت رايتك، عملت أول مجلس نواب في الشرق، مليت الدنيا مدارس وكباري وقطورات ومشروعات ري. هتعمل إيه تاني أكتر من كده؟ أخرج من الساحة بإرادتك بدل ما تخرج بالغصب. أخرج مهزوم؟ اللي بنا زيك عمره ما يكون مهزوم. جوشو أنا تعبان دلوقتي وعايز استريح. نام يا مولاي استريح، نكمل حوارنا بعدين. معقولة يا اسماعيل؟ معقولة تبقى دي النهاية؟ معقول؟
زعلان عشان خديوي؟ جدا. رغم انه شالك من منصبك وركب عليك ابن حسين كامل فتره وقعدك سنين طويله في البيت من غير لا شغله ولا مشغله، رغم كل ده زعلان عليه. طب ازاي؟ ازاي دلبر، اللي بيني وبين الخديوي مش مناصب وبس، احنا عرفنا بعض واحنا لسه عيال صغيرين، لسه شباب في مقتبل العمر، اتفسحنا سوا، ذاكرنا سوا، تعرفنا على الدنيا مع بعض، حللنا نفس الأحلام، شفنا بعض في لحظات الضعف، حكالي أسراره، غيرت له فكره عن الفلاحين، شاركت معاه في تحقيق النهضة اللي كان بيحلم بيها. اللي بيني وبين الخديوي بيني وبينه تاريخ وحياة. أكتر حاجة تخلي الست تموت في جوزها الوفاء، وأنا سعيدة بوفائك ده. سلام لمين ضوى القلوب والعقول وعاشها حر ضميره وتفكيره، وسلام لمين ضوى القلوب والعقول وعاشها حر ضميره وتفكيره، وألف رحمة على علي مبارك كان شمعة بتضوي الزمان الجهول، كان شمع بتضوي زمان الجهول. سلام وسلام، ياللي تقولي زماننا صعب وشديد، اقولك انت رضيت بعيشت العبيد، ياللي تقولي زماننا صعب وشديد، اقولك انت رضيت بعيشت العبيد، وازاي نعيش واحنا في عالم جديد، بعقول قديمة بليدة من ألف حول، بعقول قديمة بليدة من ألف حول. وسلام 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 لمين ضوى القلوب والعقول شمع بتضوي الزمان الجهول، كان شمع بتضوي الزمان الجهول. وسلام وسلام، ياللي تقولي زماننا كافر بليد، اقولك المؤمن قوي روح وايد، ياللي تقولي زماننا كافر أقول لك المؤمن قوي روح وإيد، وإن عشت حر ومستقيم تبقى سيد، وإن تستزيد من العلم تحلم تنور، وإن تستزيد من العلم تحلم تنور.